صدام، صدام يريد يرجع للحكم، لان صدام ما شفنا منه شيء اسانا، وصدام كان يدافع عنه، واذا غلط احنا نحاسبه، مو يحاسبوا الدول الغربيه. بالدار نديك يا صدام. هاي اخبار مخزيه وعار لكل واحد يحب ال 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 الاذيه والمغثه. صدام حسين، صدام حسين ابن هالكاع، ابن هذا، ابن هالتراب. صدام حسين غلط وساء ما يخالف، واذا يريد يتحاسب احنا نحاسب، العراقيين يحاسبوه، مو الاجانب يجون من غير دول يحاسبوه.